ده كده بالنسبه للمين فورميشن، وشفنا ازاي ان هم بيعملوا البيلد اب بتاعهم. ممكن نبص بعد كده بقى على نقاط القوه عندهم بالنسبه للعيبه. لو بصينا على ابرز الهدافين عندهم، ده بالنسبه للهدف ليه، بالنسبه عندنا الهدف الخاص بخالد بوسوليو، طبعا ده يعتبر الرايت وينجر عندهم، سريع جدا، عنده فينش هايل بالنسبه للكوره، ده احد اهدافه. دي كانت كوره طبعا اتقطعت، بعد كده بيستفيد وعمل بالمساحه، سبرنت جامد، سبرنت عالي جدا، وبدا يقطع الكوره. لو شفنا الصوره اللي بعديها بتوضح حاجه مهمه جدا عندنا، يبتدي ياخد الكوره ويقطع بيها على ال 18، وكان عنده اكثر من حل، ولكن هو اختار اصعب حل انه يفنش الكوره، عملها تشيب باس من فوق لحارس المرمى. كانت كوره طبعا هدف رائع جدا. نشوف الصوره اللي بعديها وازاي ان هو كان ممكن يعمل اكثر من حل، يعمل كوره بالعرض او يفنشها من تحت لحارس المرمى، ولكن هو عمل تشيب باس، عنده هدوء ودخل ال 18 بعد سرعه، بعد سبرنت كبير، وقدر يفنش بشكل كويس يعني. بالظبط. خالد بصوري طبعا احد الاجنحه، واللي لسه طبعا موجود، ما مشاش مع ال 14 لعيبه او التغييرات اللي حصلت. لو جينا بصينا على البروفايل ده من اللعيبه الموجوده يعني، اللي موجوده طبعا بالظبط، يا ريت نستعرض البروفايل او الارقام الخاصه بخالد بصوري. طبعا هنلاقي ان هو لعب اربع، طبعا هو لعب عندنا في احرز اربع اهداف، ده من افضل اللعيبه الموجوده، اللي هو الرايت وينج بتاع الاتحاد العاصمه، والباك رايت برضو نفس والباك الكلام، والباك رايت نفس الكلام. يعني عندهم الجبهه اليمين جبهه مميزه، سواء من النواحي الدفاعيه او الهجوميه، او الناحيه الهجوميه. طبعا هو لعب في 11 مشاركه خلال طبعا الكونفدراليه، احرز اربع اهداف، صنع هدف، محاولات على المرمى 14. هو اللي يهمني محاولات كبيره، الفينش بتاعه، الفينش بتاعه هايل جدا، اربع اهداف، حتى بيفنشها بطريقه صعبه، ما بيلجاش حتى للطريقه السهله، لا هو عنده فنيات في حته الفينش على المرمى. نفس الكلام لو جينا استعرضنا الارقام الخاصه بالباك رايت بتاعه اللي هو سعيد، عندنا برضو لاعب عندنا احرز، لو جينا استعرضنا ارقامه هنلاقي اللي هو سعيد رضواني، هنلاقي ان هو شارك في 12 مباراة، أحرز هدفين، صنع ثلاث أهداف. طب صنع ثلاث أهداف، معدل جيد بالنسبة لباك يمين يعني، بيطلع وبيوصل، بيعمل كروس، بيعمل أسيست كويس. فأنت من كلامك بتقول إن الجبهة اليمنى عندهم جبهة مميزة جدا. بالظبط، يعني النهارده بنتكلم برضو النقطة المهمة إن الجبهة اليمنى دي تبقى ناحية علي معلول. علي معلول. فلازم طبعًا يكون في دور دفاعي بالنسبة سواء لمروان عطية. أنا برضو هناقش الكباتن في النقطة ديت، أنت برضو بتدينا أرقام معينة بتدل على وعندك لعيب كويس بيلعب جناح يمين، كمان باك يمين كويس، فبالتالي الجبهه اليمنى ممكن تشكل خطوره يعني. حتى هم الاثنين فعلا عاملين دويتو. لو جينا استعرضنا اخر حاله، يلا بينا. اخر حاله فنيه موجوده عندنا في بالنسبه للهدف لخالد بسوليو، عاندين ان هم عاملين جبهه مع بعض، بيعملوا 1 2 مع بعض، بيعملوا تحركات لقلب الملعب. ممكن يا ريت نستعرض اخر حاله من الصور الفنيه الخاصه بالهدف لاتحاد العاصمه، هنلاقي ان هو هنا خالد بسوري طبعا على الرغم ان هو رايت وينجر، ولكن داخل لنص الملعب، اللي هو اللي عليه السبوت اللايت دوت، هو ده الرايت وينج. اوكي بالظبط، وبيبتدي يفتح المساحه للباك رايت اللي هو سعيد رضواني، اللي هو بيشاور بايديه ده. بالظبط كده، بيطلب الكوره سعيد رضواني، ده الباك رايت بتاعهم، هياخد المساحه ويبتدي تتلعب له الكوره البينيه، يستلمها طبعا باريحيه طبعا. وشايفين هنا اللاعب اللي عليه السبوت اللي هو خالد بسوري بيبتدي يخش كمهاجم، يخش بقى كراس حربه خلاص. بالزبط. هو جناح دخل لجوه وطلع الباك، وهو اللي استلم كمان جوه ده. بالظبط، استلم الكره وبيفنشها طبعا، كان احد الاهداف برضو. هنا بنتكلم على جبهه قويه ما بين خالد وما بين سعيد الجبهه اليمنى، عشان كده بنقول ان لازم جبهه علي معلول يبقى فيه ادوار دفاعيه، يبتدي ايه يقفلوا الجبهه دي عندهم. تمام، اخر حاجه طبعا عايز اسالك يعني، انت شايف المباراه ازاي يعني على المستوى، على المستوى التكتيكي؟ النادي الاهلي راجع من المعسكر والناس كلها جاهزه، الناس كلها مستنيه، شايف ايه اللي مهم جدا النادي الاهلي يعمله في المباراه دي؟ طبعا المعسكر ده احنا كنا يمكن يعني من سنين ما شفناش الاهلي بيعمل معسكرات نتيجه ضغط المباريات، كنا دايما بنشوف الاهلي بيطلع ازاي، بيطلع على انجلترا بيعمل معسكر، على المانيا، على هولندا بيعمل معسكرات، ويمكن من سنين ما شفناهاش. ولكن طبعا اي معسكر بيبقى ليه ادوار كلها ايجابيه، سواء حتى تجديد الدوافع. انت النهارده جاي الفرقه جايه راجعه من 5 بطولات، ممكن يبقى في انخفاض في الدوافع طبعًا. المعسكر بيساعد ان انت تعمل تجديد للدوافع. النهارده بتتعرف على اللعيبه، بنشوف امام عاشور ازاي احرز وعمل اسيست موجود في المعسكر، بيتعرف طبعا على الصفقات الجديده، واكيد هيكون ليها دور بشكل كبير. طبعا المعسكر هيكون ليه ايجابيات كبيره جدا هتنعكس على الفريق. ويمكن المباراه ديت انا يهمني دايما اول 10 دقائق بيكون انت عندك القدره ان انت تعمل نقل للكره بشكل كبير، ما يكون عندكش فقد او ميس باس كتير في اول 10 دقائق، بحيث تكسب الثقه، وده يبتدي ان انت تضغط على المنافس بشكل، عشان هو اكيد هيعمل ضغط عالي، او ده اسلوبه اللي احنا عارفينه. فحته انت تلقن الكوره، ما يكونش عندكش ميس باس، ده بيساعد ان انت تكسب الكوره في ملعبك ويبقى عندك ثقه للعيبه.